تحياتي يا أصدقائي، الأرجنتيني هيكتور كوبر يصدر قائمة لمنتخب سوريا، قائمة شاملة قبل اختصار ال 26 اسم للمشاركة في كأس آسيا قطر مطلع العام المقبل. المفاجأة غياب عمر السومة عن هذه القائمة، وأيضا اكتمال أوراق خليل الياس بالأمس وصلت موافقة الفيفا، وكما قلت لكم غياب الياس هدايا لقرار فني من الكادر. كل تفاصيل هي القائمة وآرائي فيها بهذا الفيديو. إذن يا حبايب القلب، يعني مفاجأة كبيرة حقيقة. يعني أنا كمتابع وعاشق لكرة القدم السورية لم أكن أتوقع أن يكون ختام مسيرة عمر السومة الكروية مع منتخب سوريا بهذه الطريقة. أي نعم، يعني الكل كان يتفق بعملية تجديد المنتخب بأننا نريد منتخب جديد، منتخب متجدد، لاعبين جدد، لكن عمر السومة هو ركيزة أساسية على هذا المنتخب اللي بدنا إياه نحن بالمستقبل. هي البطولة، هي بطولة كأس آسيا، هي المفروض تكون، إذا يعني عمر السومة بده ينهي مسيرته كرويا اعتزال كروي مع منتخب سوريا، فحتكون هي البطولة الأخيرة لكأس آسيا. يعني هل يعقل إنه عمر السومة ما يكون بمنتخب سوريا بوجود أسماء؟ يعني هلا رح نحكي عن الأسماء الثانية الموجودة بمنتخب سوريا. صدمة كبيرة. أنا كنت أتمنى أن تنتهي مسيرة عمر السومة بطريقة أفضل، يستحق عمر السومة مع منتخب سوريا أن تنتهي مسيرته بطريقة أفضل. كل القائمين على الاتحاد والكادر الإداري والفني، الإداري قبل الفني، يتحملون مسؤولية هذا الموضوع. أكيد هو قرار فني بالنهاية من هيكتور كوبر بعد موضوع ما حصل بين الشوطين، وطلعت القصة مزبوطة. لو ما أنا مزبوطة ما كنا شفنا هذا الشيء يلي صار طبعا بهي القائمة. على كل حال، خليل الياس وصلت الموافقة من الفيفا بالأمس، وهذا خبر سعيد يعني لعشاق كرة القدم السورية. حنشوف خليل الياس وأخيرا مع المنتخب. دياس هدايا كما قلت لكم بالأمس الأمور صعبة، حتكون ببطولة كأس آسيا ربما بعد البطولة الآسيوية. لكن يعني أنا لهلأ يعني مصدوم أن القائمة، يعني أنه في أسماء يا أخي. طيب خلونا أنا وياكم هيك نحكي الأسماء اسم اسم، ونحكي سوية يعني شو الشيء الجديد بهي القائمة، وشو الشيء اللي ممكن يكون فائدة، وشو الشيء يعني اللي تعودنا عليه. هلأ الأسماء الجديدة بمنتخب سوريا بهي القائمة هي مالك جنعير، المحترف في وصل الإماراتي، لاعب ارتكاز جيد صغير بالعمر، أكيد مهم يكون بمنتخب سوريا. ايضا محمود الاسود، لاعب فريق كرامي، واحد من اهم المواهب في منتخب سوريا. انطونيو يعقوب، يعني من المهاجمين ايضا المغتربين اللي ايضا ناطرين منه انه يعملوا شيء كثير مهم لمنتخب سوريا. خليل الياس، الاسم اللي كان الكل ناطره بالايام الماضيه، والحديث عن الموافقات انه بتجي ما بتجي بتتاخر. انا كنت متوقع انه تاخر الموافقه لبعد كأس آسيا، لكن الحمد لله أنه مش الحال هلأ بالبطولة. بابلو صباغ، ألمار إبراهيم، والحارس مكسيم صراف، والمدافع عبد الله الشامي. طيب هلأ إذا بنحكي الأسماء اسم اسم وتقييمي لهم يا شباب ويا حبايب القلب، يعني بالنسبة لحراسة المرمى إبراهيم عالمي، أحمد مدني، طه موسى، ومكسيم صراف، ما تغير شيء. يعني هدول هن لاعبين منتخب سوريا، بالأخير حيختار ثلاثة، هاي استبعد ماكسيم صراف، والياس هدايا مانو موجود. حكينا كثير بهذا الموضوع، الا انه ما في جديد في مركز حراسه المرمى، وعصام الحضري على ما يبدو انه مقتنع بهؤلاء الاسماء. في خط الدفاع، ايهم اوسو، الحمد لله انه في عندنا لاعب مثل ايهم اوسو. عمر ميداني، هل يستحق عمر ميداني التواجد بالمنتخب؟ ايضا سؤال برسم المعنيين. ثائر كروما، سعد احمد، عبد الله الشامي. عودة عبد الله الشامي مهمة، عبد الله الشامي واحد من أهم المدافعين بالدوري الكويتي ولازم يكون كان بالمنتخب. مؤيد الخولي مع الجيش، يعني خالد كردغلي يعني عم بتألق مع الوحدات الأردني بالدوري الأردني، ونحن عندنا ضعف بهي المراكز. مؤيد العجان، يعني مع حبنا واحترامنا لمؤيد العجان، يعني آخر مباراة مع الجيش، جيش الفتوة، أخطأ بالدقيقة 94 مدري 95 برمية التماس،
اعطاها الحكم الفتوه، حطوا منه جول وخسر فريق الجيش. هل يستحق مؤيد عجان تواجده بهي القائمه؟ ايضا اشارات استفهام. بالنسبه لموضوع عمر جنيات، ايضا عمر جنيات هل هو ايضا يستحق؟ نادي الوحده في تراجع كثير كبير واللاعبين ما عم بيلعبوا، هل هو بيستحق يكون بالمنتخب كمان؟ يعني عبد الرحمن ويس اكيد، محمد عنز يعني كمان، كامل حميشه، محمد عثمان اذا كان العم، كامل حميشه ومحمد عثمان اذا كان العم، بظن انه يعني قرار وجوده من المنتخب صحيح. خليل ياس الحمد لله، المار ابراهيم ومالك جنعير ايضا يعني اضافات مهمه مثل ما حكينا. محمد المرمور يعني المرمور يوم فوق يوم تحت مع فريق العهد اللبناني، ما بعرف اذا حيستمر بهي القائمه النهائيه حتكون كاس اسيا. محمد الحلاق ضروري جدا، فهد اليوسف يعني كمان، فهد اليوسف كبير بالعمر بس يعني خبرته مهمه، عمار رمضان موجود، محمود الاسود، ابراهيم هيسار، عمر خريبين موجود. يا للمفاجاه يا رباه، يعني انا كنت متوقع انه عمر خريبين ما يكون موجود والسو ما يكون موجود، صار العكس. بابلو صباغ، علاء الدالي، عم علاء الدالي ايضا عم يتالق جدا بالدوري العراقي، ياسين سامي ومارديك مارديكيان. يعني ياسين سامي اوكي لاعب مجتهد مهاجم يعني جيد، لكن هل يستحق التواجد؟ مارديك مارديكيان يعني عم بيلعب بالدرجه الثانيه بالدوري الاماراتي، يعني ما بعرف، ما بعرف يعني موضوع مارديك مارديكيان وجوده الدائم مع المنتخب، مؤيد عجان، عمر ميداني، يعني انطونيو يعقوب اكيد، يعني اكيد لازم يكون هيك لاعب بالمنتخب، بس ما بعرف اذا حيستمروا بال. هلا هي القائمه، هي قائمه موسعه، حيختاروا منهم 23 اسم او 26 اسم بالنهايه لبطوله اسيا. هلا انا حاحكي رايي، يعني انا مثل ما قلت لكم انا مصدوم بعدم وجود عمر السومه، كنت اتمنى ان تكون نهايه عمر السومه مع منتخب سوريا مو بهالطريقه. عمر السومه الشيء اللي عمله بمنتخب سوريا والتاريخ الكبير اللي عمله بفتره كثير قصيره بتصفيات كاس العالم بروسيا والاهداف اللي سجلها يعني، وهو اسطوره كره القدم السوريه، كان يستحق ان يكون بوجود المنتخب. محمود المواز، انا يا اصدقائي اخالف الراي كل من يعني هو سعيد بغياب محمود مواس. اوكي محمود مواس مستواه متراجع، لكن يعني لا احد ينكر فضل محمود مواس على منتخب سوريا. محمود المواس هو اللاعب، فيكم تقولوا من اللاعبين القلائل جدا بمنتخب سوريا اللي ما تغيب ولا مره، ودائما موجود بالمنتخب ويلبي الدعوه لما كان محترف ولما كان برا ولما كان برومانيا. واو اوكي قرار فني نحن عم نحترمه الكادر الفني، لكن ضد موضوع هذا التنمر الكبير من الشارع الرياضي السوري، ذاكرته قصيره للاسف. لا تنسوا هدف محمود مواس بالصين بتصفيات روسيا، له يعني بقطر لما مرر الكره ولما سجل مع خريبين. يعني يا شباب لا تنسوا، يعني اوكي خلص فنيا هلا الزلمه مانو بالتوب، هيك شايفه الكادر الفني ما اختاره، بس نحن ما نجرح باللاعب. محمود مواس طول عمره كان يعني منتمي، ويعني كان دائما فخور بكنزة المنتخب، وهذا الشيء اللي عم نفتقده بهي الايام. موضوع خليل الياس مثل ما قلكم سعيد الياس، هذا قلت لكم انا في الفيديوهات السابقه يعني ما صدقتوني، بس يعني هذا الشيء اللي صار. خليل الياس الموافقه صارت امبارح بالليل، وهذا الشيء كثير مهم انه يكون موجود بمنتخب سوريا لانه هو اضافه كثير مهمه. هلا الحديث يلي بدي احكي فيه انه طيب يعني الاسماء اللي عم نشوفها دائما، يعني انا ما بعرف، انا يعني خلاص يعني اذا عمر السومه غيرته، طب ما فيكم تغيروا هي الاسماء الموجوده بشكل دائم؟ والله العظيم غريب وجود عمر خريبين، هل عمر خريبين رح يجي بالنهايه؟ مارديك مارديكيان يا اخي بنحبك وعلى راسي وقدمت وعملت، بس يا اخي انت عم تلعب بالدرجه الثانيه دوري الاماراتي، يعني ما بعرف انا الامور كيف عم يتم اختيارها. هل كوبر هو المختار هي القائمه؟ انا اشك في ذلك، اشك انه هو المسيطر، هو اللي بيعرف، يعني في حدا مسيره لكوبر، بالنهاية قرار جماعي للجميع. على كل حال حأحكي بفيديوهات قادمة إن شاء الله عن شو ممكن يصير بهذا المنتخب، وهل سوف يعكس غياب عمر السومة عن المنتخب أو سيصنع شرخ بهذا المنتخب؟ هل سيؤثر غياب عمر السومة؟ أكيد 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 أكيد، يعني أنا يعني من كتر ما كنا مبسوطين ببابلو صبا وخليل الياس وأيهم أوسو، إجت قصة عمر السومة مثل الكف، يعني اخر بطوله يعني عمر السومه ولا مارديك، عمر السومه ولا سامي سامي. تعليق لكم اصدقائي بالتعليقات، واعطوني رايكم بالقائمه. باي باي.